الخطاب العربي المعاصر، وهو أيضا لحظة أساسية في بناء هذا الصرح الفكري المتميز. ثم وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، وكتاب المشروع النهضوي العربي مراجعة نقدية، وسلسلة لا بأس بها من الكتب الصغيرة التبسيطية التي تفسر مجموعة من الأفكار والمبادئ والقضايا الكبرى التي يواجهها الفكر العربي. نذكر منها مسألة الهوية، العروبة، والإسلام والغرب. وأشرفت قبل سنتين عن تحقيق أهم كتب ابن رشد، وصدرته بكتاب هذه التحقيقات ابن رشد سيرة وفكر دراسة ونصوص، ثم كتاب إشكاليات الفكر العربي المعاصر، كتاب التراث والحداثة دراسات ومناقشات، وكتاب خاص بالمغرب بعنوان المغرب المعاصر الخصوصية والهوية الحداثة والتنمية. وأيضا أنت رئيس تحرير مجلة فكر ونقد، تحررها مع الأساتذة إبراهيم بوعلو والأستاذ عبد السلام بن عبد العلي. ولكن ما يهمنا في هذه الجلسة هو الوقوف أيضا قليلا عند الكتب المرجعية الأساسية التي تندرج ضمنها ما أسميته بنقد العقل العربي. هناك كتاب تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية، العقل السياسي العربي محدداته وتجلياته، والكتاب الأخير الذي أصدرته قبل 3 أشهر وهو كتاب من 650 صفحة تقريبا، العقل الأخلاقي العربي دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية. ولا بأس من الإشارة أيضا إلى أن هذه الكتب ترجمت إلى عدد لا بأس به من اللغات، هناك التركية، هناك الفرنسية، وقبل قليل ذكرتنا بأنك توصلت بترجمة لنحن والتراث بالإسبانية والإنجليزية والأندونيسية ولغات أخرى واليابانية والبرتغالية والبرازيلية إلى آخره. إذن أصبح لهذا المشروع المميز إشعاع ليس فقط مغربي أو عربي بل دولي. أستاذ جبري، باعتبارك أستاذ، وسنبدأ ربما إذا شئت من السؤال قد يبدو بسيط، باعتبارك أستاذ وباحث وكاتب وأغزر من ألف من المغاربة في الربع الأخير من القرن العشرين، ما هو تصورك للكتابة؟ لابد من أشكرك على هذه الدعوة في برنامجك الناجح، ولا بد كذلك من أشكر القناة الأولى على قبولها لهذه الاستضافة. وسؤالك حول تصوري للكتابة، يعني هذا موضوع ممكن أن يعالج على مستويات مختلفة. سأقتصر إذا شئت على مستويين. المستوى الأول، أولا الكتابة بالنسبة لي هي التي قادتني إلى هنا، وهي التي جعلتك تتكلم عني وآخرين يتكلمون عني، ولا بد أن كثيرا من الذين يشاهدوننا أيضا قرأوا أو على الأقل هذه الكتابة هي التي فارضتني عليهم الآن أو قادتني إلى بيوتهم وبالتالي إلى أفكارهم. الكتابة كما ترى فهي بالنسبة لي فضاء تواصلي، فضاء يتم فيه تواصل، فيه جانب مباشر وفيه جانب غير مباشر. هذا الفضاء ربما اتسع خارج المغرب، صحيح في العالم العربي خاصة، ولكن أيضا هو فضاء أراه متسعا زمنيا أيضا، لأن الموضوع الذي أكتب فيه هو تراث، وبالتالي فأنا في اتصال مباشر مع الماضي. أيضا أنت تتكلم عن هذه الكتب وتقول عنها إنها مشروع، فها هنا أيضا نوع من التواصل بشكل معين مع المستقبل. إذا سحبت مني الكتابة ربما لن يبقى لدي شيء، يبقى
يبقى لك التدريس والمسؤولية التربوية وأنشطة أخرى ربما سنعود إليها. أستاذ جبري، عشت تقريبا 50 سنة الأخيرة من القرن العشرين وكانت حافلة بالأحداث وبالوقائع وبالصراعات وبالتحولات الكبرى، وأيضا 50 سنة السابقة أي بداية القرن العشرين قرأت عنها واحتكت بها من خلال النصوص وبعض المراجع. في نهاية المطاف يعني لربما كونت صورة عن هذا القرن الذي ودعناه. إذا طلبت منك أن تعطينا بإيجاز شديد ما هي الملامح الكبرى لهذا القرن الذي عشته وعشته وجدانيا وفكريا وسياسيا وإنسانيا؟ إذا شئنا أن نربط هذا السؤال بالسؤال الأول اللي هو الكتابة، فعلا لدينا هنا كتاب عن المغرب المعاصر، وعمليا فيه فصول أو نصوص تغطي جوانب من حياتنا المعاصرة في هذه 50 سنة، لكن أيضا فيه نصوص تغطي أو تحاول أن تغطي 50 سنة السابقة. ذكرت الخطاب العربي المعاصر كذلك من هذه الناحية، أيضا ها هنا نوع من الحضور في زمن القرن العشرين من خلال الفكر العربي المعاصر. لم تشير بطبيعة الحال إلى كتاب آخر اللي هو فلسفة العلوم، أيضا في هذا الكتاب نوع من الدراسة ونوع من التاريخ للفكر العلمي. إذا استحضرنا هذه المجالات كلها، والثقافة والكتابة تجعل الإنسان شيخا قبل الأوان، فأنا أتكلم عن قرن كأنني عشته يعني قرن ونص ولا أكثر. ما زلت في سياق المشروع. على كل حال، الفلاسفة يقولون إنسان كل مشروع، يعني مشروع حياة. ففي هذه من هذه التنوعات، يعني إذا أخذنا المغرب من خلال المغرب المعاصر، أخذنا العرب من خلال الخطاب العرب المعاصر، أخذنا الحياة الفكرية والعلمية من خلال الإبستيمولوجيا وفلسفة العلوم، سنجد فعلا أننا أمام تحول كبير. فإذا تصورنا الآن أنفسنا في أوائل القرن العشرين، من ناحية العلمية أوائل القرن العشرين كان فتح كبير في نظرية الكوانتا، وفتح كبير في نظرية النسبية لأينشتاين. أين وصلت نظرية الكوانتا والنسبية في تمازجهما؟ وصلت إلى القنبلة الذرية، وصلت إلى غزو الفضاء. فأنت ترى القفزة الكبيرة التي حدثت في هذا المجال. الآن أيضا نعيش ثورة علمية أخرى، وهي هذا الفتح البيولوجي العلم الوراثة. فإذا فقط حاصرنا المقايسة، يعني نفس المسافة التي قطعها العلم والفكر البشري منذ أينشتاين واختراعه للنظرية النسبية أو بلانك ماكس بلانك وقوله بالذرية إلى آخره بكوانتوم، إلى ما وصلت إليه النتائج، واعتبرنا الآن أننا في مكان في نفس السياق ومع هذا الجينوم ومع هذه الاختراعات البيولوجية، فإذا صار التقدم فقط بهذه السرعة، مع أنه سيصير بسرعة أكبر، هذا تاريخ العلوم يدلنا على ذلك، فلربما في آخر القرن المقبل، هذا القرن أوائل القرن المقبل، سنكون في مجال البشري في مجال الإنساني قد حصل تقدم يوازي على الأقل القفزة التي قفزت من معادلة أينشتاين إلى القنابل الذرية إلى رحلة الفضاء إلى إلى إلى. إذن فنحن فعلا من ناحية العلمية أمام عهد جديد فعلا. إذا رجعنا إلى الخطاب العربي المعاصر الآن في هذه في مثل هذا الوقت من القرن الماضي، يعني كأننا عشنا قرن الآن، محمد عبده الأفغاني كانوا يستحيثون الناس ويستنهضونهم لمقاومة تدخل الاستعمار الغربي. ماذا حدث؟ حدث استعمار، أو استكملت البلاد التي لم تستعمر استعمار غير المغرب في 1912، مصر بقت بين، لكن المهم هو أنه عند نهاية هذا القرن انتقلنا من ذلك الاستعمار الذي يتم بالمدفع وبالخيل أيضا وبالسلاح الثقيل وبالبخار إلى عولمة، إلى معلومات، إلى أنترنت،
إلى صواريخ كروز، إلى توبام، إلى ثقافة الاختراق، إلى غير. فإذن ماذا سيصير بعد 100 سنة في هذا الاتجاه؟ الله أعلم، الله أعلم. سؤال استشراف، سؤال كذلك إذا رجعنا إلى الفكر المغربي في 1905-1907 كانت القضية الدستورية موضوعة معروف، الذين قدموا الدستور لمولاي حفيظ والاستجابة التي وقعت منه بتعيين مجلس الأعيان، ثم بعد ذلك ما صار من ثورة ضد الاحتلال الأجنبي. بعد الآن نحن نعيش أيضا مسألة الدستور، ما زال مختلف ليس بدرجة الاختلاف الذي وقع في العلم أو في مجال آخر، وبتوازنات لربما أيضا ليست هي التي كانت في بداية القرن. خلي أتركني مؤرخا، أنا أعيش بداية القرنين على مستوى واحد في هذا الموضوع، يعني في هذا الموضوع مازال لم تحقق، لأنه الذي وقع في ميدان العلمي في ميدان الاستعمار والعولمة كما نسميها وكما تستعملها أنت وأنا قطائع وقعت. أنا لا أشعر بقطيعة صراحة، لا أشعر بها. طيب نعود إلى موضوع وموضوعات متعددة وقضايا كثيرة تتناولها في كل مؤلفاتك. ترى بأن كتاباتك عن التراث، وأنت أشرت في بداية حديثك عن الكتابة، هي من أجل الحاضر ومن أجل نقد الحاضر، للعودة بالنسبة إليك إلى الماضي، ليست حبا في هذا الماضي بل من أجل نقد هذا الحاضر. ولكن كيف تفسر الانطلاق وإمكانية الانطلاق من التراث وفي نفس الوقت تجاوزه؟ كيف يمكن أن نجمع بين هذه المعادلتين؟ وهناك مسألة عامة، وهي أن العمل في ميدان التراث هو تاريخ أو الشغل بمجال تاريخي معين، والمؤرخون مجمعون يعني تقريبا كلهم على أن الاشتغال بالماضي هو من أجل الحاضر، إما بكيفية مباشرة وتحت وعي وتحت مشروع كما نفعل نحن، أو بكيفية غير واعية في نهاية الأمر. بطبيعة الحال هذه مسألة تطرح قضية النهضة، تطرح قضية تغيير المستقبل بالنسبة للحياة البشرية، بالنسبة للمجتمعات كمجتمع مغربي كمجتمع عربي مثقل بماضيه يجر معه ماضيه، وهناك إمكانية مستمرة للعودة إلى البداية. فلا يمكن، لا يمكن أن نتقدم في النهاية هو خط مستقيم للأمام بدون عودات من هذا النوع، لا يمكن أن نشق هذا الخط إذا نحن لم نصفي الحساب مع الماضي. نصفي الحساب ليس أن ننكره ولا أن نتبرأ، لا، هو يجرنا، نجره معنا، فيجب أن نمتلكه بدلا أن يبقى هو أحيانا يجرنا. فتعرف الأوروبيين أن هذا الأوروبية قامت على أساس العودة إلى التراث اليوناني، التراث الروماني، الكلاسيكيات كلها، وهم استعادوا أرسطو، ولم يتجاوزوا أرسطو إلا بعد أن استعادوا. نحن لا يمكن أن نتجاوز ابن رشد مثلا إلا استعدناه، ولا ابن خلدون ولا غيره. فأنا أعتقد أن مسألة النهضة بالنسبة للعالم العربي والإسلامي ليست مسألات يعني تقاس بما هو في أفريقيا أو في شعوب أخرى، يعني عندها نوع من المسافة الميتة أو الحية، حياة ما بينها وبين ماضيها. نحن لا، الماضي يزاحمك، يتبعك، يطاردك. هناك تاريخية ثقيلة، ثقيلة وثقيلة لا نستفيد منها، وفي بعض الأحيان العناصر أو المراحل الجامدة أو التي غلب فيها الجمود هي التي ما زالت حية. فمن هذه الناحية يعني لا بد من نعم، عملية امتلاك التراث يجب أن تكون أو تنطلق مما تسميه بمطلب النقد، لا بد من ممارسات إجراء نقدي على هذا التراث. ولكن النقد أيضا مرتبط كما تقول بمشروع النهضة، وتقول بأنه لا يمكن تصور أو بناء النهضة بدون عقل ناهض. شنو هي المضامين اللي كتعطي العقلانية الضرورية لهذه النهضة؟ حينما نتحدث عن العقل،
عن العقلانية، ما هي المضامين، ما هي المحتويات المفهومية والدلائلية التي تعطيها لها؟ أولا العقل والعقلانية يعني أهم نقطة مركزية في مضمونها هو هذه النزعة النقدية. عندما نقول استعمل عقلك أو اشتغل بعقلك أو هذا معقول أو هذا غير معقول، معناه أن هناك نوع من الميزان، نوع من المحاكمة، نوع من النقد. فأنت تريد أن تنهض، يعني جالس في عصور معينة وتريد أن تتقدم. إذا لم تنتقد وضعك لا يمكن أن تأمل شيئا آخر. يعني أنت إنسان يثور على وضعيته ويطمح إلى وضعية أكبر وأحسن وأفضل، لكن إذا لم تكن هذه الثورة مبنية على نقد عقلاني وتحليل يعني متكرر ومستمر ومتواصل لا يمكن أن نبني. يعني أنا شخصيا عندما أضع العقلانية هنا أستحضر اتجاهات العقلانية بجميع تياراتها. ما كانت النهضة في يوم من الأيام تحققت بتيار العقلاني مهما كان، ما فيش، لا يمكن. للعقلانية اخطاؤها ولها استبدادها ولها عيوبها ولها ولا، لكن هي التي تستطيع أن تهاجم المستقبل وأن تتخلص مما قد يعقل سيرها. أما اللاعقلانية بجميع صروفها حتى التي يعني يمكن تبريرها نفسيا سيكولوجيا اجتماعيا لا يمكن أن تنهض بعقل غير ناهض، بمعنى ينتقد نفسه وليس فقط ما يحمله وراءه، ينتقد نفسه باستمرار. ولكن تربط العقل والعقلانية بمضمون ثقافي مرتبط بالمرجعية العربي. يعني حينما نتحدث عن الحداثة أو نتكلم عن الحداثة نعرف بأنه تاريخيا كانت ممكنة بعد مجموعة من القطائع في السياسة، في التاريخ، في الدين، في من خلال الإصلاح الديني، في التقنية، في العلم إلى آخره. كيف يمكن إعطاء معنى عربي كما تصر على ذلك للحداثة؟ كيف يمكن أن نستصيغ الكلام عن الحداثة بمضمون عربي؟ كيف؟ هو القطائع التي أسفرت في نهاية الأمر عن الحداثة ليست القطائع بمعنى قطع الصلة والتنكر، لا، القطائع بالمعنى الإبستيمولوجي هنا هي عندما تتطور الأمور في قطاع معين وتقع تراكمات ثم تحصل قفزة إلى الأمام بحيث يصعب أو يستحيل الرجوع إلى الوراء. يعني عندما نصل إلى نقطة لا عودة نقول هناك قطع. هذا النوع من لا عودة حصل في العلم في أوروبا بعد غاليليو، وبعد حصل في السياسة بعد ثورات نهاية الإقطاع إلى آخره إلى آخره، حصل في التقنية الماكينة البخارية المعلوماتية الآن وغيره عبر وسائط معينة، في الدين، في الطب كذلك، في العلم، في الدين كذلك قطائع. ولكن الذي قطع مع العلم أو قطع في السياسة أو قطع لم يقطع مع العلم كعلم ولا مع السياسة كسياسة ولا مع التقنية كتقنية، داخل التقنية، داخل الفهم العلمي لأمور كانت تحسب على العلم. فالقطع حصلت في الفهم داخل العلم وفي التفكير العلمي، في التفكير الفلسفي، في التفكير التقني، أي داخله. كذلك في الدين القطائع تحصل داخل الدين، مش الدين كدين مقدس كنص أو غيره، لا، كفهم للدين. لنأخذ الدين كجملة من المعطيات ثابتة مثلها مثل ثبات الطبيعة ولا ثبات التقنية ولا ثبات، لكن تحصل في تطور في فهم الإنسان للدين. فهنا أيضا القطع لا تخفنا، هي فقط حصول على تراكمات في تقدم في فهم الدين إلى درجة أنك تستنبط كما يقول الفقهاء فهما جديدا يلائمك ويناسبك، وقد يأتي غدا من يستنبط ما هو أحسن منك وهكذا. نعم أستاذ جبري، أنت معروف عليك باعتبار بالإضافة إلى اهتمامك بالحقل التراثي وبالاستقصاء المعرفي تركت أثرا كبيرا على المستوى التربوي والبيداغوجي،
ابتداء من النص الشهير أنت والأستاذ السطاتي والعماري حول دروس في الفلسفة، وأيضا دروسك ومحاضراتك التي كنت تعطيها في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتركت أو كونت أجيال. أقترح عليك شهادتين لشخصين يمثلان إلى حد ما جيلين، جيل واحد يمثل جيل الستينات والثاني يمثل جيل السبعينات. نقترح سيدتي سادتي عليكم هذه الشهادة في حق عطاءات وإنتاجات الأستاذ الجبري، ونعود بعد قليل. يبدو لي أن منطلق المشروع الفلسفي للأستاذ الجبري هو منطلق نهضوي، وهمومه نهضوية، وتساؤلاته في مآلاتها النهائية هي تساؤلات نهضوية، بمعنى محاولة تشخيص الواقع العربي وأسباب هزائمه وأسباب ترده إلى غير ذلك. فالمنطلق الجبري في اعتقادي هو أن الخلل الأساسي، الخلل العربي الأساسي، ليس في البنيات السياسية ولا في البنيات الاقتصادية، بل هو في البنيات الفكرية، وهذا هو مصدر أو منبع اهتمامه بمسألة الذهنية وبمسألة العقل العربي. وبالتأكيد فإن تحليله للعقل العربي هو أي للذهنية العربية أو لطريقة العرب في التفكير، حتى لا نغتر كثيرا بكلمة العقل، هذا التحليل هو تحليل جديد، لأنه يركز على آليات التفكير العربي، انطلاقا طبعا من اهتمامه بالثقافة العالمة وبالنتاجات الثقافية. ونعرف تحليله للنظم المعرفية، وتجديداته في هذا الباب هي تجديدات تستحق فعلا التوقف والإشارة، وقد أثرت فعلا الكثير من النقاشات. فالمشروع المنهجي للجبري أو الجانب المنهجي من مشروع الجبري يتمثل في أنه من بين المفكرين القلائل الذين اعتمدوا أدوات منهجية جديدة في مقاربة الفكر العربي الإسلامي أو التراث العربي الإسلامي، بمعنى أنه حاول أن يتخلص من جهة من التأثيرات الاستشراقية أو من التناولات الاستشراقية، وكما حاول أن يخرج من إطار الدراسات التراثية للتراث، أي دراسة التراث بعقلية التراث نفسه وبمضامينه المعرفية، وربما ببعض مناهجه وأدواته القديمة التي تعود إلى قرون غابرة، وربما إلى ما سمي بعصور الانحطاط أو ما قبل ذلك. الإسهام المنهجي إذن هو إدخال العلوم الإنسانية الحديثة، أي المعارف الإنسانية الحديثة التي هي معارف كونية صادرة عن الغرب، في تحليل التراث. فهذه أعتبرها ثورة منهجية، لأن التراث في هذه الحالة لا ينظر إلى ذاته في مرآته الخاصة، بل ينظر إلى ذاته ويحلل ويفحص ويفكك من خلال أدوات ومفاهيم ومناهج ومصطلحات مستقاة من العلوم الإنسانية. بل إنه بيّن بأن تراثنا لم يتجدد، لأن الدارسين والمهتمين والباحثين والفقهاء وكل النخب الثقافية ظلت تدور في إطار القراءات الحرفية التقليدية التكرارية الاجترارية التي تعود إلى قرون غابرة. ونحن نعرف بأن كل التراثات الدينية المعاصرة، التراث المسيحي، التراث اليهودي، ربما حتى التراث ديال البوذي وثقافات الشرق الأقصى، كلها تعرضت لنفس الامتحان. الأستاذ الجابري يمارس الفلسفة بامتياز رغم أنه يشتغل على التراث، هذا إذا استحضرنا قولة دولوز التي تقول بأن الفيلسوف أساسا هو صديق المفاهيم، والفلسفة هي نوع من ابتكار المفاهيم. فالأستاذ الجابري
يمكن أن أقول من خلال ما كتبه في تكوين العقل العربي، بنية العقل العربي وحتى العقل السياسي إلى آخره، نجده يوظف مفاهيم بغزارة وبكثافة، يوظفها دون أن يخفي أنه أحيانا يستعيرها، بمعنى أنه ينقلها من حقل معرفي إلى حقل آخر وهو حقل التراث، أو من مثلا نجده يستعير مفاهيم من بياجي حول ما يسمى باللاشعور المعرفي، نجده يستعير مفهوم اللاشعور السياسي عند روجيس ديبري، نجده يستعير مفهوم القطيعة كما نجده في مجال المعرفة العلمية عند باشلار، كذلك يستعير على كل حال عدة مفاهيم لا داعي للإطالة إلى ذلك. إذن فالذين ينفون عن الأستاذ الجابري أنه يشتغل بالفلسفة ربما يهملون هذا الجانب، وهو أن عدته الأساسية هي عدة مفاهيمية ومنهجية. هنا كذلك يقوم الجابري بالمطابقة بين مفهوم العقل العربي مع مفهوم الثقافة العربية، بحيث أن العقل العربي يؤول عنده إلى الثقافة العربية، وبالتالي يصبح هذا العقل مرتبطا بهذه الثقافة ومعبرا عنها. كذلك يقوم الأستاذ الجابري في هذا السياق بالاعتراف بتعددية العقول انطلاقا من تعددية الثقافة، وهنا يفتح الباب أو النافذة على ما يسمى بالتنوع الثقافي، وهنا يعطي للعقل العربي خصوصيته مقارنة مثلا مع العقل اليوناني الأوروبي والعقل الهندي والصيني إلى آخره. لا نطيل في هذه النقطة، ونشير فقط من باب التذكير على أن هذه الخصوصية في نظري تقوم أساسا على أن العقل العربي عقل معياري، بمعنى أنه ينتقل من الأخلاق إلى المعرفة، وليس العكس كما هو الشأن مثلا بالنسبة للعقل اليوناني الأوروبي. أظن أن الأستاذ الجابري في هذا له مساهمة واضحة ينبغي الاعتراف بها في هذا الجانب، إضافة إلى أن له دور أساسي كذلك في التجربة السابقة، حيث سبق أن قام بتأليف كتاب حول الفكر الفلسفي ودروس الفلسفة أظن في السبعينات، كان كتاب جد مشهور وتتلمذ عليه الكثيرون وأعطى نتائج إيجابية، لأنه كان من ضمن الأسباب التي دفعت الكثيرين إلى أن يتجهوا نحو اختيار شعبة الفلسفة. مشاهدين الكرام، بعد استماعنا لشهادتي كل من سي محمد سبيلة والأخ إبراهيم أعراب، أستاذ جبري، هل وجدت نفسك في هذه الشهادات؟ بطبيعة الحال شهادات أنا أعتز بها، وأيضا وضعتني في مكاني كما قلت قبل قليل أني عشت يعني نصف القرن الماضي كمدارس وكمعلم وكأستاذ إلى آخره، ففعلا ما قيل الآن هو صحيح، ليس لأنه يتعلق بي، لا تاريخيا، لأنه في الخمسينات والستينات ونص السبعينات هو عصر الإيديولوجيا في العالم العربي، كله إيديولوجي، سلفي ماركسي يساري ليبرالي، كلها إيديولوجي. إيديولوجي بمعنى أن هناك طغيان إلى حد ما لاعتبارات غير علمية غير معرفية، غير علمية غير علمية، إيديولوجيا يعني إيديولوجيا بالمعنى الدعوة، دعوة إلى مذهب أنت تؤمن به وتريد أن يؤمن الناس به بدون نقاش. الذي قمت به أنا، وهذا ليس اختراعا مني، إنما أتيحت لي فرصة أن أواكب تيارات نقدية ومعرفية خارج الإيديولوجيا في أوروبا في ذلك الوقت من خلال التدريس ومن خلال دوكير بياجي دوكير باشلار دوكير. فالذي قمت به هو أنه دشنت قطيعة نهائية، ليس بالمعنى الإبستولوجي بل بالمعنى السياسي والاجتماعي والتاريخي إذا شئت، مع الإيديولوجيا، وانصرفت إلى الإبستيمولوجيا أي النقد العلمي لهذه الأمور، لأنه النقد الإيديولوجي لا ينتج إلا إيديولوجيا، وهو نقد يعني مساهمة في الإيديولوجيا. وش هذا هو السبب اللي جعلك تبتعد عن السياسة؟
لا السياسة ما ابتعدت عنها، ابتعادي عن السياسة عن المسؤولية السياسية المباشرة يعني. السياسة عندي كانت دائما وطنية، ما عنديش سياسة للسياسة. لا ولكن إنما المسؤولية يعني المسؤولية السياسية سببها حالتي الصحية، لأن المسؤولية السياسية تتطلب اجتماعات متوالية، نرفازات، تدخين، الحضور، تنقل، ما عدت استطيع القيام بذلك، وتتطلب معاركة وتتطلب كذا. فكما قلت اقول لاصحابي الان عندما ياتون الي ويلومونني على انني تركت مكاني اخي، قلت لا، انا وجدت الان راحتي مع الاموات، مع ابن خلدون، مع ابن روش، انا اخاصمهم وهم لا يردون. لا، من اجل احياء اشياء اخرى. على كل حال، انا بالنسبة لراحتي وجدتها مع أولئك الأحياء الخالدين الأموات. نعم. أما الأموات ربما الذين يموتون مرة واحدة فشبعت منهم. نعم أستاذ الجبري، سأنتقل بك إلى ربما موضوع آخر. تعتبر في بأن المسألة الثقافية، وقلتها أكثر من مرة في أكثر من كتاب، اليوم قضية الثقافية اليوم تعتبر بأن هي المحرك للتاريخ المعاصر، بل هي تسميها في كتاب المسألة الثقافية هي مسألة المسائل. كيف؟ هذا يربطنا بما قلناه قبل قليل، لأنه في الستينات والخمسينات وقسم من السبعينات كان عصر كما قلنا عصر إيديولوجي. الثقافة كانت تعتبر يعني جزء من البنية الفوقية للمجتمع، المحرك للتاريخ من المنظور الماركسي وحتى الليبرالي، لأنه الماركسي والليبرالي الداخلين كان دائما قضية الاقتصاد، قضية الصراع الطبقي، قضية كذا. حصل تطور آخر، وهو أنه ابتداء من السبعينات دخلت مسألة الهوية، مسألة الاختلاف، مسألة الفرد، مسألة كذا، أصبحت مسألة ثقافية، مسألة إثنية، أصبحت مسألة ثقافية هي التي تلعب دور في تعبئة المخايل الشعبية وحتى المثقفين. فما كان يعبئ الناس في الستينات والسبعينات هو شعارات يعني الإيديولوجية. ما صار يحرك الناس في السبعينات وإلى الآن هي مسائل تحسب أو تضاف أو تنسب أو تعد من الجانب الثقافي. فإذا ما زالت المسألة الثقافية فعلا الآن حاضرة ومحركة، وأعتقد أنه أحداث الأخيرة مسألة جارية، مسألة ظاهرة. في نفس السياق إذا صح التعبير، ولكن مرتبط بالثقافة العربية، تقول بأن الثقافة العربية تعاني مما تسميه، وهذه صيغة هجلية معروفة، من وعي شقي. لماذا تنسب الشقاء لهذا الوعي العربي؟ لماذا هو شقي؟ هو أنت كشفت السر عندما نسبت القضية إلى هيجل. يعني إذا لم نستحضر فعلا المضمون الهيجلي لهذه الكلمة سيصعب نسبيا فهم المقصود. يعني الوعي الشقي أو الكونسيونس مالوريوز، أو انشقاق الوعي أو مشاقة الوعي مع نفسه، أو مسائل من هذا النوع جارية، بمعنى أنه فترات، وأغلب في الحياة كلها، ولكن هناك فترات معينة يجد الإنسان نفسه في مخاصمة مع نفسه، يحب الشيء ويكرهه. نحن نحب الغرب، تقدم الطب ويعطينا ما نحتاج إليه من أدوية ومن أنترنت ومن معلوميات، ولكن هناك جانب آخر للاستعمار، قضية الهيمنة في الشرق، الهيمنة في فلسطين إلى آخره، هذه مسألة لا نقبلها. فنحن في وعي شقي مع الغرب. الغرب في وعي شقي مع نفسه، ينادي بالديمقراطية، ينادي بالحرية، ينادي بحقوق الإنسان، ولكنه لا يمارسها معنا أو مع بعض الشعوب التي تعاني من هيمنته وسيطرته إلى آخره. وأحيانا حتى مع نفسه. فإذا من خصائص الإنسان بطبيعة الحال هذا النوع من الخصام الداخلي، اللي هو فيه نوع من الامبيفالنس، نوع من التناقض الوجداني أمام الشيء، تحبه وتكرهه أو تريد ولا تريد. فيه ناس يريدون أن يقفزوا في درجات، ولكن ليس عندهم لا الإمكانيات أو الشجاعة. يعني هناك صور متعددة لشقاء الوعي. ونحن في العالم العربي بالجملة، حتى إذا صنفت المثقفين إلى حداثيين وتقليديين،
فكلاهما يعانون من شقاء الوعي، لأن الحداثيين أنفسهم يشعرون أنه لا بد أن يمتلكوا التراث، وإلا كيف؟ ما لا يمكن أن يعيشوا بدون هوية تراثية، وإلا ما عندهم جذور. الآخرون كذلك يشعرون تقليديون، يشعرون أنهم العصر غايبين عنه، أو ليس عندهم ما به يفرضون وجودهم من خلاله وليس من خلال شيء آخر. فهنا هذا النوع من الشقاء الوعي في الثقافة العربية موجود، يعني كظاهرة عامة ثقافية، وموجود كظاهرة فردية حتى في الفرد الواحد يعني. ولكن أستاذ كنت أعطيت شخيص إلى حد ما سوداوي، يعني بالإضافة إلى شقاء الوعي، ترى بأن، وهذا كلامك، المناخ الثقافي الراهن مريض ومرتبك، بل تضيف إن ارتباك المناخ الثقافي وظواهره المرضية مرشحة للارتباك والاضطراب أكثر. هذا صحيح. على مدى تعتمد القول بأن هذا الوضع مرشح لكي لا مرشح أكثر. عندما لا أذكر التاريخ الذي قلته في هذا الكلام، ربما قلته في خطاب المعاصر، يعني مسألة ثقافية، مسألة ثقافية في أي مقالة، المقالة كتبت في يعني لربما هذا الكلام يرجع إلى الثمانينات أو السبعينات. المهم فعلا هذا شقاء الوعي الذي شرحناه، وحاجتنا إلى النقد وإلى تجاوز وضعيتنا إلى آخره، يعني تفرض علينا أن نصف الأمور بما هي عليه، أنه فعلا هناك هذا النوع من شقاء الوعي، هذا النوع من التمزق الثقافي، هذا النوع من الفراغ أيضا. يعني اسمح لي أقول لك على أنه طبعا النخبة المثقفة في العالم العربي ما زالت قليلة العدد إذا قست بالجمهور الواسع، بالجمهور الواسع، لكن هناك شيء مشترك، ويسمح لي الإخوان في التلفزيون، وهو الثقافة الإشهارية الإعلامية التلفزية التي هي على كل حال السمعية البصرية التي هي خفيفة وتطلب الخفي وتطلب يعني تنشر نوع من الثقافة، لا تنتج الثقافة. الذي ينتج الثقافة هو الكتاب، لأنه تقرأ وبعدين تذهب إلى منزلك وتعيد قراءته وتأخذ الكلام وترد عليه إلى آخره. أما هنا يعطيك صورة تذهب مع ثقافة العابر. إيه ثقافة العابر. فإذا أخذنا هذه الظاهرة وحدها بعين الاعتبار، من يؤثر في الجمهور الواسع؟ هل هذا الكتاب الذي نخبة قليلة هي التي تتمسك به وترجع إليه، أم هذا النوع من الثقافة الجديدة التي هي أيضا مسكونة بالاختراق الثقافي من قبل، لأنها هي من نتاج الآخر ليست تحت من نتاجنا؟ فمن هذه الناحية يعني وضعنا مش سهل. نعم، تحدثت عن النقد قبل قليل، ومشروعك الأساسي بعنوان نقد العقل العربي، وتعرف النقد بأنه، وهذا تعريفك، الكشف عن الثغرات. النقد عندك هو الكشف عن الثغرات، وبأن الموضوع الذي نتعامل معه هو الذي يفرض علينا نوع النقد الملائم. هل يمكن تغيير نمط النقد وأسلوب النقد كلما تغير موضوعنا؟ هل يمكن؟ أم أن هناك منهج نقدي له قواعد يمكن أن نطبقها على موضوعات مختلفة؟ أما أن يكون النقد هو الكشف عن الثغرات فهذا شيء مسلم، حتى من معنى الكلمة نقد، من نقد الذهب، نقد الفضة إلى آخره. أما أن يكون كل موضوع يحتاج إلى منهج نقدي معين، هذا نعم ولا، يتوقف على الموضوع. فالموضوعات أيضا هي جملة لها علاقات بعضها في بعض، علاقات اتصال وعلاقات انفصال. في المجموعة التي لها علاقة اتصال هذه، ربما منهج نقدي واحد يمكن أن يطبق مع تلوينات، لكن إذا كانت هناك مجموعة أخرى منفصلة تماما بطبيعتها، في النقد يجب أن يكون شكل آخر. أعطيك مثال حتى لا تبقى في، وهذا بارز من أعمالي يعني حتى لا أخرج. فعندما يتعلق الأمر بطريقة التفكير، بطريقة إنتاج المعرفة، بطريقة رؤية الأشياء، بطريقة العلاقة مع العالم، هذا جانب معرفي اللي هو نقد العقل. فلديك تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي بمنهج معين. عندما يتعلق الأمر بالعقل السياسي،
أي الدوافع الدفينة وليس صريحة التي تدفع الحاكم إلى أو الحزب أو الناس إلى ممارسة سياسية معينة. هذا عقل سياسي له شيء آخر. في العقل المعرفي كانت البيان والبرهان مثلا، أنا كان العقيدة والغنيمة والقبيلة قبيلة. جينا الأخلاق موضوع آخر، مع أنه متصل لكن نظرا لظروف معينة كان كما شرحنا لقاء لخمسة موروثات ثقافية، فكانت الحاجة إلى نقد آخر. فلو أنني طبقت نفس المنهج اللي بدأت به في تكوين العقل العربي وبناء العقل على الباقي لكنت خسرت المشروع. نعم أستاذ الجبري، أنت ربما من أكثر الناس وعي بردود الأفعال التي أنتجها أو أنتجتها كتاباتك. هناك عدد لا بأس به من الناس الذين انتقدوك وانتقدوك عن حق أو عن غير حق، وأيضا كتاباتك موضوعات الموضوع كان موضوع لدراسات وأطروحات وكتب إلى آخره. سوف أقترح عليك وجهة نظر لشاب من الجيل الذي تأثر بك في الستينات أو تخرج في الثمانينات لكي نستمع لرأي فيه مسافة نقدية إذا ما تقترحه، سواء ما يتعلق بموقفك من التراث أو في علاقة الأخلاق بالسياسة. ونستمع سيدتي سادتي إلى شهادة أو وجهة نظر أحد الباحثين المغاربة الشباب عز الدين العلام، ونعود بعد قليل. أعتقد أن التقيد بالتراث هكذا قد تكون له نتائج سلبية، وأكثر من هذا قد يكون مبرر للكثير من الدعوات التي تريد الرجوع بنا إلى الوراء. لا أقول من خلال هذا أن التراث مادة غير مفيدة، على العكس من ذلك، يمكن أن نستفيد من التراث، يمكن أن نتلذذ بأشعاره، يمكن أن نستمتع بنثره، يمكن أن يكون مادة لأعمال أنثروبولوجية أو أعمال سينمائية إلى آخره. ولكن الأمر يقف عند هذا الحد في نظري. أقصد بذلك أن المجالين الأساسيين في الحياة الراهنة وهما الاقتصاد والسياسة ليس للتراث ما يفيدنا في هذا المجال. ربما أضعف نقط في التراث العربي الإسلامي ربما هو الفكر الاقتصادي، لأن المجتمع أصلا كان مجتمع الريع ومجتمع الاستهلاك ليس مجتمع البضاعة كما هو الحال في المجتمعات الراهنة. وأيضا ربما الفكر السياسي هو أيضا على خلاف ما قد يظن، ربما هو أيضا من النقاط الضعيفة في الفكر في التراث العربي الإسلامي، على أساس أن الدولة بنفسها لم تكن أبدا لتشكل مجالا عموميا كما نرى الآن. انطلاقا من مختلف النظم الأخلاقية التي سطرها الأستاذ الجابري في كتابه الأخير العقل الأخلاقي العربي، أود أن أشير إلى ملاحظة بدت لي فيما يخص علاقة الأخلاق بالسياسة بشكل عام في التراث العربي الإسلامي. ما لاحظته هو أن هذه النظم الأخلاقية لم تخلق تصورات سياسية مغايرة. بعبارة أخرى، أن سواء اعتمد هذا المفكر أو ذاك على الموروث العربي أو ما يسمى بأخلاق المروءة، أو اعتمد على الموروث الفارسي يعني أخلاق الطاعة والدهاء السياسي إلى آخره، أو اعتمد على مكارم الأخلاق الإسلامية، أو اعتمد على الموروث اليوناني سواء كان منحولا أو لنفترض أنه كان صحيحا. هناك أمثلة كثيرة لمفكرين في التراث العربي الإسلامي التي تبرز أن مهما كان المصدر الأخلاقي الذي ينهل منه هذا المفكر أو ذاك، فالنتيجة هو نفس التصور السياسي. أعطي هنا أمثلة سريعة. مثلا هناك ابن الحداد في كتابه الجوهر النفيس في سياسة الرئيس، يعني ينطلق من أخلاق المروءة العربية. هناك الماوردي ينطلق
أو انطلق في بعض كتبه من الموروث الفارسي. هناك أبو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك يعني حاضر بشكل كبير الجانب الأخلاقي الإسلامي. هناك ابن أبي الربيع اعتمد بشهادة محققه أنه اعتمد على الموروث اليوناني الصحيح. هناك مفكرين آخرين اعتمدوا على موروث يوناني منحول لأفلاطون أو لأرسطو. الملاحظة التي أريد أن أشير إليها في هذا الصدد هو أن هؤلاء المفكرين الذين ذكرت مهما اختلف المصدر الأخلاقي الذي ينهلون منه فأنتجوا نفس التصور السياسي القائم أو المرتكز بالأساس على الدولة السلطانية التي يدعوها الجميع بالدولة الإسلامية. بعد استماعنا لهذا التعليق لا شك أستاذ جابري أنك متعود على هذا النوع من انتقادات من تحفظات إذا ما تكتب، ما هو رد الفعل المباشر هذا التعليق؟ أنا لا أرى نقدا ولا تحفظا، بالعكس كل ما قال الأخ يؤيد ما قلت. يعني كان هذا موقف من التراث ليس هو لا موقف من التراث، هذا اختيار موقف فأنا أحترمه، لكل أن يختار الموقف الذي يريد من هذه القضية أو تلك. وقراءة الأخلاق لكن قضية الأخلاق وعلاقتها بالسياسة فالكتاب كله مبني ومكرر باستمرار على أنه الأخلاق والسياسة في هذا المجال لم تكن في الثقافة العربية وفي الحضارة العربية بمثل ما كانت عليه في اليونان مثلا. وبينت هذا ميران وقلت لماذا؟ لأن الأخلاق في الأساس في الإسلام لم تكن موجودة كفن كان الفقه هو الذي كان يشرع كأحكام شرعية كمدونة جنائية ومدنية وأيضا يشرع كأخلاق. وفي الكتب القديمة الأولى وحتى في الحديثة دائما هناك أخلاق وطبيعة الحال، آداب الزكاة، آداب الصلاة، آداب الأكل، آداب كذا آداب كذا. وأيضا في أواخر الكتب هناك ما دشنه إمام مالك بخلاصة أو بملحق بقي يتكرر له، هو آداب الزيارة، آداب أخرى اللي هي أخلاق واعتبرت آداب شرعية فيما بعد. فالأخلاق في النهاية في الإسلام بقيت لمدة طويلة من اختصاص الفقه، تفكير فقهي داخل في إطاره. عندما جاء الموروث الفارسي وجاء الموروث اليوناني بالخصوص ووقع تنافس بينهما كما شرحت، الفقهاء انتبهوا ورأسهم الراغب الإصبهاني ثم الماوردي إلى آخره أنه لماذا لا يتكون عندنا نحن أيضا أخلاق إسلامية خاصة بنا. هنا بدأت تفكير في أخلاق خاصة وانتهت إلى العز بن عبد السلام الذي التمس طريقا عصيرا في الحقيقة. أما السياسة فقد بقيت دائما كما قلت ابتداء من عبد الحميد إلى ابن مقفع إلى القلقشندي، هي سياسة الأردشير لم يتحرروا منه إلى الآن. إلى الآن أردشير هو المنظر أردشير مؤسس الدولة الساسانية والجامع بين الدين والمتحالف بين السياسة والدين. نعم. والذي أثر بما روي عنه أو نسب إليه أو نحل عليه لهم، لكن ما روج باسمه في الثقافة العربية وباسم كسرى العادل، تصور كسرى هو من بعد العدل، هذا كان معروف. يعني الأدب الفارسي والأدبيات الفارسية سواء التي كتبت في العهد الفارسي فعلا قبل الإسلام أو التي كتبت في العهد الإسلامي ونسبت لهم، هذه هي التي هيمنت. يعني الذي شرع الاستبداد للنظام السياسي الاستبدادي، شرعت الاستبداد وهي نفسها تكرسه. ولا ويجب لا ننسى أن الطبقة السياسية في القرون الوسطى لا عندنا ولا عندنا ولا عند غيرنا كانت هي الحاشية نتاع الحاكم، الكتاب، الحجاب إلى آخره. حتى هؤلاء الذين ذكرهم الأخ من المصنفين، الأخ العلام يعني زميلنا في المصنفين في السياسة وغيرهم الموردة وغيرهم كلهم كانوا من حواشي، يعني من الناس اللي إما مؤرخين للسلطان إما كتاب، إما ما كانش فيه مجال سياسي خارج حتى الثقافة نفسها العلماء نفسهم. يعني ابن رشد كأعظم واحد نفتخر به الآن من ناحية العقلانية وغيره ما كان ليجد متنفسا ولا حياة خارج الحاشية السلطانية في ذلك الوقت. نعم، بالنسبة للأخلاق أو العقل الأخلاقي كتقسموا إلى خمس منظومات أو موروثات. يعني هناك الموروث العربي ويتمثل في أخلاق المروءة، الموروث الفارسي ويتمثل في أخلاق الطاعة،
المورود الإسلامي ويتمثل في أخلاق البر أو العمل الصالح، المورود اليوناني ويتمثل في أخلاق السعادة العقلية، والمورود الصوفي يتمثل في أخلاق الفناء. إذا ابتعدنا شيئا ما عن هذه المرجعيات الخمسة، أنت تقول بأن الأخلاق بمعنى الفردي لا تهمك، لا تهمك بقدر ما يهمك المعنى الاجتماعي والسياسي للأخلاق، وتقول بأن نقد الاستبداد والمصلحة والعقلانية هي القيم التي وجهت عملك في العقل الأخلاقي، أي في الكتاب الأخير الذي أصدرته، وبأنك ابن عصرك ولا يمكن أن تكون محايدا. كيف؟ أولا كتبي في الغالب يجب أن يقرأ عنوانها كاملا، لأنه العقد الأخلاقي العربي هذا كعنوان، لكن تحت العنوان مفسر اللي هو دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم. فعندما نتكلم عن نظم القيم، يعني النظم التي تحكم المجتمع وتصرفه وتقوده وتوجهه ويستمد منها الموجهات السلوكية وغيره. وبالتالي فهذا يعني حددت الموضوع، وعندما يحدد الإنسان موضوعه يلتزم به، للآخرين يحددوا موضوعا آخر، هذا موضوعهم بشكل آخر، هذا شيء آخر طبعا. فبالنسبة إلي المسألة واضحة، نظام القيم في ثقافة معينة نظام يعلو على الكل، على الأفراد، على المجتمع، منه تستمد طبعا، الأشخاص يساهمون في تكوينه، فلاسفة، مصلحون، أنبياء إلى آخره، منهم تصدر بعض القيم التي تغذي النظام القائم أو تقلبه أو تعدله أو، لكن النظام ككل هو المسيء، هو الموجه، هو المهيمن على الرؤى وعلى التفكير لمدى معين. النقطة الثانية هو ديال عدم الحياد، يعني عدم الحياد العقلانية. إيه بطبيعة الحال، يعني عندما قال الأخ سبيل أنني مشروعي مشروع نهضة، هذا صحيح، ولذلك فما يهمني هنا ما يساعد على النهوض. وأنا لا أتصور، لا أتصور، وهذا ربما ضيق في تفكيري أو عجز أو سميه ما شئت، لا أتصور كاتبا يكتب في التراث أو في السياسة أو في غيره بدون ما يكون عنده غرض. إذا لم يكن عنده غرض فليجلس في بيتي أحسن، لأنه يمارس الغرض دون أن يعي، دون أن يعي. لا، مسألة واضحة. نعم، هذا جواب عن الالتزام الكامل في المشروع النهضوي. ثم ماذا يراد مني أنا الذي قلت أنني عشت قرنا، قرن الخمسينات، قرن النص افتراضي والنص حقيقي، عمل عشناهم، لأنه القرن الأول هو قرن الوطنية ضد الاستعمار. نعم. القرن الثاني، النصف الثاني هو نصف خاص بالوطنية ضد الاستعمار والاستعمار الجديد، وبناء الدولة، وبناء الدولة التي نطمح إليها وما زلنا نطمح. احنا رجع. فنحن في هذه المسألة يعني ملتزمين. سنعود إلى مسألة الدولة ونرجعك للحالة المغربية أيضا صح التعبير. في دراسة لك نشرتها سنة 1988 في كتاب المغرب المعاصر بعنوان الدولة المغربية المعاصرة ومسألة الحداثة السياسية، هذا كان عنوان البحث. لاحظت بأن، وهذا كلامك، القرار السياسي في المغرب قلما يصنع في المؤسسات السياسية الحديثة المختصة من برلمان ومجالس حكومة، هذا كلامك. هل ما زلت مقتنعا بذلك على رغم التطورات السياسية التي يشهدها المغرب الآن؟ هل القرار السياسي كما كان ما زال نفس الآليات تحدد عملية اتخاذ؟ بالأسف أنا أفتقد المسافة التي يتمتع بها المؤرخ أو العالم السياسي الذي لم يخوض السياسة في بطونها، وإذا جهل شيئا فهو يجتهد وقد يصنع شيئا ويعتقد أنه الحقيقة. أما أنا الذي عندما أتكلم عن هذه الموضوعات فأتكلم كممارس لها وكمباطن، ولا يمكن حتى من ناحية النظرية أن أتجاوزها لأنها تفرض علي نفسها كواقع. فعلا السياسة في المغرب كانت منذ الاستقلال، طبعا قبل الاستقلال هذا شيء مفروغ منه لأنه كان مجال كله تقليدي، مشاورات علماء إلى آخره، حتى بعد الاستقلال اللي فيه برلمان أو مجالس أو كذا وغيره، بتعمل مجلس استشاري الأول الآن فيه مجالان للممارسة، من الممارسة السياسية. أنا بحكم ممارستي السياسية وحضوري فيها، ومن قبل قلت أنني كنت فيها، وفعلا
أشهد شهادة لا أتنازل عنها على أن القرارات الأساسية في هذه الخمسين سنة وإلى هذه اللحظة لا تتخذ في هذا البرلمان، لا تتخذ في هذه في هذا المجال الحديث الذي نتحدث فيه في الصحافة وغيره، تتخذ خارج هذا القرارات الأساسية. الأساسية يعني في المجال سياسي تقليدي. ما نطمح إليه وما كانت ترميه فلسفة التناوب في ذهن حسن الثاني كما وقع تحاور معه، هو نقل هذا المجال التقليدي بهذه العبارة إلى أن يكون فعلا حديثا، ولكن بدون سهزات وبدون صدمات. طبعا فيه زيادات الآن، فيه شعارات كثيرة، في مفاهيم حداثية، في مفهوم جديد للسلطة كشعار نفيس، لكن هذه الشعارات وهذه المفاهيم لم تمأسس بعد، ما زالت كمطامح أو كمشاريع لم تمأسس. هل يهن أن هناك مقاومات مؤسسية أم أن المؤسسات غير مؤهلة لكي تستنبت هذه؟ هناك شيء غير طبيعي، إحنا المغاربة كلهم يعرفونه، وهو أننا يعني لدينا برلمان الجميع كان متفق بما فيه رئيس الدولة والراعي والرعية، متفق على أنه كان فيه يعني غير مقنع، لم تكن فيه نزاهة في انتخاب. طيب كيف تريد أن تمأسس لمفهوم جديد السلطة في برلمان ليس جديدا، أي لا يشكل قطيعة مع برلمانات سابقة؟ وهذه مرحلة انتقالية كما يظهر. إيه ولكن المشكلة فسرت هذه فسرتها، ولكن كان خاف أن يكون المؤقت كما يقول الفرنسويين دائم، يعني دائم المشاكل تتراكم. أنا لا أتصور، ممكن أقول لك الآن، أننا كل الناس معلقين أو يرجئون، هناك نوع من التأجيل للخطاب السياسي لدى المثقفين، لدى علماء السياسة الطوزي والإخوان الآخرين، لدى الأحزاب، كل معلق بالانتخابات المقبلة، سنرى ماذا تعمل. لكن عندما أبحث الآن ما هي الشعارات التي يمكن نطرحها الآن لنجعل من الانتخابات المقبلة مطبخا ينتج شيئا نستلذه؟ ما فيش. أنا بصراحة يعني أقولها على مسؤوليتي، لا على مسؤولية أحد، أنا أفضل لو أن هذه الانتخابات المقبلة تكون من أجل مجلس تشريعي أي برلمان وتأسيسي في آن واحد، بمعنى أن البرلمان أو البرلمان المقبل سينتخب من أجل اقتراح تعديل دستوري يعرض على الملك، والملك يعرضه على الاستفتاء بعد موافقته عليه. هنا على الأقل عندنا شيء ملموس ننتظره. أما ما هي الشعارات التي يمكن أن ترفعها الأحزاب الآن؟ لا شيء، لا شيء. ولذلك يجب خلق دينامية جديدة من أجل مأسسة المفهوم الجديد للسلطة، وإلا سنبقى دائما في مجال تأجيل العمل وتأجيل تحقيق الشعارات. لابد الأستاذ جابري أن نغتنم وجودك الآن في هذه الجلسة الممتعة معك، أن نطرح عليك سؤال لا يهم المغرب فقط بل يهمنا كبشر ننتمي إلى هذا العالم. ترى أن ما حدث في أمريكا في نيويورك وواشنطن وما يجري في أفغانستان وفي العالم الآن إلى آخره ليس صراع حضارات، بل وهذا قلته وأكدت عليه، ليس صراع حضارات بل صراع الحضارة الغربية مع نتاجها، مع ما أنتجته هي. ما معنى هذا الكلام؟ إذا رجعنا إلى دائما إلى عصر الإيديولوجيا كما قلت أو إلى الحرب الباردة، زمن الحرب الباردة كان العالم مقسم إلى ثلاثة أقسام، عالم أول اللي هو الغرب، عالم ثاني اللي هو الاتحاد السوفيتي والكتلة الشرقية، وعالم ثالث اللي هو العالم الثالث، خليط. سقط الاتحاد السوفيتي، غاب الثاني، وقع فراغ. ماذا فعلت أو فعل الغرب؟
بهذا العالم الثالث. الغرب يعرف أنه جند هذا العالم الثالث كله، على كل حال جند كل ما يستطيع منه لمحاربة الشيوعية، بما في ذلك مساندة التيارات الفكرية والحركات غير المسلمة اللي هي أصلا معادية للشيوعية. يعرف أنه ساند انقلابات عسكرية في أمريكا اللاتينية، في المشرق، في كل مكان، في المغرب ومن شحاج. يعرف أنه زكى الاستبداد، يعرف أنه قمع الحركة التحررية وساهم في اختطاف شخصيات في العالم الثالث كله، كل ذلك من أجل حركة واحدة اللي هي معاداة الشيوعية. وصنع من العالم الثالث أشياء لم ينتج العالم الثالث نفسه، صنعه من أجلها. فالمغرب العالم الثاني اللي هو روسيا، هذا العالم الأول صار في سكتو، لم يفكر في لحظة من لحظات هؤلاء الناس الذين تعاملت معهم وهيئتهم لكذا ولكذا، فيجب أن نقوم بعملية إعادة تكوين، روسيكلاج اقتصادي وفكري وغيره وغيره. ما قامش، بالعكس الاستراتيجية الأمريكيين والدراسة الاستراتيجية في أمريكا وغيره، في أوروبا وغيره، اعطوا الحرية لنزوات عدوانية ويبحثون عن العدو، وراح العدو خصنا عدو من هذا العدو كاين الإسلام. كيف؟ فإذا هذه الحركات التي وظفها الغرب من أجل أغراض معينة، تصور أنت هذاك المثل العربي الذي يقول أعلمه الرماية كل يوم فالمشتت ساعده رماني، يعني يصدق في كل شيء. لأنه عندما تعطيه سلاحا ليحارب روسيا وهو يحارب من أجل حق يعتقده، ويذهب الروس وتتركه بدون حقه، فسيبحث عنه أيضا في أي مكان، هذا معروف. ولذلك فالغرب ليس فقط تتعامل بمكيالين أو بمنطقين، بل يتعامل بتنكر لما ينتج أحيانا. طبعا هو ينتج تقنية وغيره وغيره، يعني تقنية حد ذو سيفين، سيف ذو حدين، كل واحد ممكن يستعمل تقنية بكفية متخلفة، ولكن النتائج تكون أيضا مهولة. ولذلك فأعتقد أن ما قيل من صراع حضاري ما بين الغرب والإسلام كما قال هينتينغتون أو بوزان أو غيره، أو هذا كله كلام خاطئ في نظري. هناك حضارة غربية هيمنت على العالم، وجهت الناس، سخرتهم، أيضا أيقظتهم حتى من تخلف أو من يعني فيها أدوار لعبته. فعندما أصبحت هي الوحيدة في العالم، فكان يجب أن تلتفت إلى معالجة. أنا كنت من الناس المخطئين وأعترف بخطئي. عندما سقط الاتحاد السوفيتي كتبت يوما من الأيام ومقال هذا موجود، أقول ربما أن الغرب الآن بعد أن زال الاتحاد السوفيتي والغرب كان يعادي الديمقراطية والتحرر في العالم الثالث، الآن سيرفع يده ولن يزكي أو يؤيد نظم الحكم الاستبدادية بالشكل الذي كان من قبل. لكن لماذا؟ لأن قلت ما فيش مانع، فيه يعني القيم الغربية لا تتحمل مثل هذه الأوضاع. فعلى الأقل الغرب يكون منسجم مع قيمه بعدما غاب عدوه، لكن لا، تنكر القيم بقية هو وهذه النتيجة. يعني لكن يجب علينا أيضا أن ننسجم مع ذواتنا، يعني لا يكفي أن نوجه كل انتقاداتنا إلى هذا الغرب وهذا الآخر بالرغم من كل التجاوزات والتعديات التي قام بها. هو قليل من الناس الذين إذا خرجوا إلى الشارع وسبهم شخص لا يلتفتون إليه، قليل من الناس. طيب أستاذ الجبري، أشكرك جزيل الشكر على هذه الجلسة الحميمية والفكرية العميقة، وأذكر مرة أخرى سيدتي سيدتي بأنه لأول مرة الأستاذ الجبري سيشرفنا بالقناة الأولى في تاريخ التلفزة المغربية في القناة الأولى. نشكرك مرة أخرى على هذه الجلسة. لم أجد في تهيئي لهذه الحلقة أفضل من استشهاد أخذته من الكتاب الأخير للأستاذ الجبري، يقول فيه: إننا في عصرنا هذا نحتاج إلى كثير من المروءة
وإلى كثير من العمل الصالح. أما قيم الطاعة والخنوع ونشدان سعادة فردية موهومة أو الفناء في المطلق أو الهروب من الدنيا، فلست أظن أنها قادرة على جعلنا أكثر قوة واستعدادا لمواجهة التحديات التي يطرحها عصرنا. سيداتي سادتي، شكرا على اهتمامكم وإلى الأسبوع المقبل، ومرة أخرى نشكر الأستاذ الجابري على قبوله دعوة مدارات، وإلى اللقاء. وأنا أجدد شكري لك وللقناة الأولى. شكرا أستاذ، شكرا جزيلا.